الثلاث محافظات بورسعيد اسماعيليه السويس شمال سيناء جنوب سيناء خمسة وسط سيناء دولت كده مساحتهم 75,000 كيلومتر يعني 7.5% من مساحة مصر. بالمناسبة احنا الميت مليون احنا قاعدين على 6% يعني لو كل مصر راحت قعدت في سيناء منطقة سيناء القناة دي تبقى سيناء دي مبحبحة علينا ومصر فاضية. يبقى لازم نعمل ايه؟ هيتعلم بكرة 6 أنفاق هيتعملوا، 3 في بورسعيد و3 في الإسماعيلية. هيتعلن المحافظة الجديدة. هيتعلن تنمية محور قناة السويس اللي هو الست محافظات اللي قلناها. أهم مشروعات تبقى إيه؟ عاوزة أغذي القناة، القناة بيمشي فيها إيه سيادتك؟ مراكب. سفن. السفينة دي بيبقى فيها مين؟ بني آدمين وبضاعة. أنا هعرف أخترع بني آدم؟ لا، أخترع البضاعة. البضاعة محطوطة في حاويات. يبقى صناعة السفن تبقى موجودة عندي هنا. منطقة الشرق الأوسط كلها تبقى صناعة السفن فيها موجودة، الحاويات تبقى موجودة. اللي موجودين دول يعني يقوم لما أعمل جامعات في سينا هناك أو في منطقة السويس، ما أعملش جامعة بقى كلية تجارة وكلية آداب قسم اجتماع وخدمة اجتماعية ومع التعاون، إنما أعمل أكاديمية للنقل البحري عشان الناس بتطلع، أكاديمية لصناعة الأدوية من الأعشاب، أكاديمية للزراعة والتصنيع الزراعي ومعلم الناس على الحرف. أنت سينا هناك غنية بعدة أشياء، واحد الرملة البيضاء اللي موجودة، إحنا قاعدين نقول الطاقة الشمسية، يبقى لازم نستغل الرملة البيضاء اللي موجودة خاصة في منطقة أبو زنيم، أستغل المحاجر اللي موجودة، الرخام، الجرانيت، كربونات الكالسيوم اللي موجودة، دولت لو أنا استغلتهم أنت على الأقل عاوزة 7 مليون فرصة عمل. يعني مصر تجيب الدول العربيه يجوا يشتغلوا عندها يعني زي ما كان بيحصل زمان. مش هيكون في بطاله، يعني حضرتك عاوزه 7 مليون فرصه عمل، انت مش هتقدري تعملي، بس بشرط يكونوا الناس اللي جايين عندهم مهاره وعندهم خبرات ومتعلمين، وما يستكبرش ان هو يتعلم لما نجيب واحد تاني يعلمه. طيب كنا عايزين حضرتك تكلمنا اكتر على المحور اللي قلت لنا عليه اللي هيربط المحافظات ببعض، ما كملتلناش شرح عليه اكتر. يعني بص حضرتك، محور قناة السويس قلنا على الأقل دولت السبع الست محافظات دولت لازم يتربطوا ببعض. يتربطوا ببعضهم. أنا هربط سينا بالوادي والدلتا بست أنفاق. طب إيه الفايدة؟ أسهل المواصلات. كان زمان لما نيجي محافظة 6 أكتوبر دي وأنا جاي مثلا من مصر الجديدة أقول يا خراب أبيض إيه السفر ده؟ لما اتعمل طريق المحور بقينا رايح جاي طول النهار عليه. فانت لما تعملي انفاق يبقى هتنقلي على الاقل 4-5 مليون بني ادم من الوادي والدلتا هتنقليهم هناك. الخبر اللي عاوزين نقوله بقى ونقوله للدوله، مصر دخلت حروب علشان سينا 5 حروب 48-56-67 حرب الاستنزاف 73. 5 حروب دولت في كل حرب كان في ناس شهداء وفي ناس ابطال رجعوا تاني. يبقى ينضرب 10 مدن موجودين زي مدينه نصر، في 10 مدن موجودين مدينة شهداء 48 أبطال 48 شهداء وهكذا. تعمل 10 مدن لو كل مدينة فيها 200,000 أدي 2 مليون بني آدم أنت نقلتيه. يبقى عملت إعمار في منطقة الفراغ اللي موجودة. حاليا الإرهاب زي داعش والناس دي ما بتروحش إلا المناطق الفراغ. يعني داعش راحت الفراغ في ليبيا، داعش راحت الفراغ في اليمن، داعش راحت الفراغ في العراق. لما تتعمر مش هيقدروا يروحوا خلاص. التعمير يلغي الإرهاب اللي موجود ويزود الحيز العمراني. هو المفروض إن